الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهور قناة مكسب سبورت على النيل سات. قناة موجودة يا جماعة، ترددها 11602 رأسي، 11602 رأسي، معدل الترميز 27500. القناة هتعرض على حسب الإعلانات اللي ظهروها إدارة مكسبي، هتعرض دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا والبطولات الحصرية اللي المفروض البي إن سبورت مشفرها. يا ترى مكسبي هتكمل ولا ضجة أو زوبعة وفنجال زي ما بيقولوا؟ القناة موجودة، ترددها تاني 11602 رأسي، معدل الترميز 27500. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كمان مرة، مكسب سبورت على النيل سات، تردد 11602 رأسي، معدل الترميز 27500. مكسب سبورت.